أهلا بك زميلي. بالتأكيد ساعات عنيفة تعيشها مدينة رفح، حيث الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في وسط مدينة رفح، دوار العودة، منطقة البلدية. هذه المنطقة الممتدة تشهد اشتباكات ضارية منذ ساعات الصباح بين المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي. نسمع اشتباكات ضارية. نحن متواجدون الآن في وسط مدينة رفح، نسمع الاشتباكات بوضوح بالأسلحة المختلفة، انفجارات عنيفة تشهدها المدينة. ولكن الحدث الأبرز هنا في مدينة رفح، قبل قليل بدأ المستشفى الأمريكي في غرب المدينة بإخلاء طواقمه وإخلاء معداته إلى المستشفى الأمريكي في منطقة دير البلح، بعد إبلاغه بشكل رسمي بإخلاء طواقمه وإخلاء معداته لمنطقة دير البلح. يعني ذلك أن المنظومة الصحية هنا في مدينة رفح لم يتبقى فيها إلا المستشفى الميداني الإماراتي، حيث أنا متواجد، يقدم خدماته بشكل كامل، ولكن يوجد صعوبة في التنسيق، يوجد صعوبة في التنسيق لوصول الإصابات إلى المستشفى، حيث يتواجد في منطقة العمليات المركزية حيث أتواجد. بالتالي رحيل المستشفى الميداني الأمريكي من رفح إلى دير البلح، إلى أي درجة يضع ضغط هذا الأمر على المستشفى المتبقي الوحيد في رفح وهو المستشفى الإماراتي؟ بالتأكيد زميلي، وجود المستشفى الأمريكي في غرب المدينة كان يخفض ضغطا على المستشفيات الأخرى التي كانت تحاول تقديم خدماتها إلى المواطنين الذين يتعرضون إلى إصابات بالغة وإصابات من الطيران الحربي الإسرائيلي ومختلف الطائرات التي تقصف المواطنين في غرب المدينة. كما حدث في منطقة البركات ومنطقة المواصي، توجهت الإصابات إلى منطقة المستشفى الأمريكي. اليوم يبقى المستشفى الميداني الإماراتي يقدم خدماته، ولكن وجود المستشفى الميداني الإماراتي في منطقة العمليات يحد من تقديم الخدمات وسط صعوبة في التنسيق والحصول على تنسيق إلى وصول الإسعافات إلى المستشفى. وهل هناك أي نية لمن يدير المستشفى الإماراتي الميداني في رفح للإخلاء أيضا، إن كان المستشفى الأمريكي، ونحن نعلم مدى علاقة أمريكا بإسرائيل، إن كان هذا المستشفى أخلى المكان، فهل على المستشفى الإماراتي أن يخلي أيضا نظرا لما قد يطرأ مستقبلا؟ بالتأكيد تحدثنا قبل قليل مع الدكتور سلطان الكعبي مدير المستشفى الميداني الإماراتي، وأكد بشكل كامل أن المستشفى لن يخلي طواقمه ولن يخلي معداته، وباقي ومستمر في تقديم خدماته، ولكن يطالب المؤسسات الدولية كمؤسسة الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية بتسهيل التنسيق لوصول الإصابات ومن أجل معالجتها وتقديم الخدمات لها وسط لإسعاف المنظومة الصحية الفلسطينية التي تعرضت لانهيار بشكل كامل في مدينة رفح. طيب، بخروج المستشفى الأمريكي الميداني من رفح متوجها إلى دير البلح، هل تمكن عدد من المواطنين العالقين في رفح من السير مع هذا المسير وأن يخرج مع المستشفى الأمريكي، على اعتبار بأن المواطنين يعني ما كانوا قادرين على الخروج بسبب شدة الغارات والقصف الإسرائيلي، هل تمكن أحد من استغلال هذه الفرصة والخروج مع المستشفى الأمريكي باتجاه دير البلح؟ منذ ساعات الصباح، حيث وصلت معلومة إخلاء المستشفى الأمريكي، بدأ المواطنون بالشعور بالخوف والقلق، وبدأوا بشد رحالهم إلى منطقة غرب مدينة خان يونس وغرب مدينة دير البلح. هذه المناطق التي تسمى منطقة المواصل الممتدة من غرب مدينة دير البلح وصولا إلى منطقة رفح، المواطنون بدأوا بشد رحيلهم وبنقل أمتعتهم إلى هذه المناطق، أسوة بمستشفى الأمريكي الذي يعد حاضنة لبعض العائلات التي الآن انفجار قوي في وسط مدينة رفح كما تسمع، ولا يبدو بعيدا عن المكان الذي توجد فيه. علاء، أرجو أن تكون يعني في مكان، يعني لا أريد أن أقول آمن، لأنه لا يوجد مكان آمن على ما يبدو، ليس في رفح فقط وإنما في كل قطاع غزة، ولكن على الأقل يكون مكان محسوب نوعا ما في مدينة رفح وسط اشتباكات ضارية تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي. طيب، أخيرا على الأونروا أيضا من جانبها أعلنت إيقاف كامل خدماتها الصحية والإغاثية في رفح بسبب التوغل والضربات الإسرائيلية. تأثير كل ذلك، تأثير خروج المستشفيات الميدانية، إيقاف الأونروا لعملياتها على أهالي وسكان رفح
العالقين في المدينة غير القادرين على الخروج والمحاصرين بسبب الاشتباكات والغارات الإسرائيلية، هؤلاء يعني ما وضعهم الآن وما قد يكون عليه وضعهم لاحقا؟ بالتأكيد طائرات الكوات كابتر وطائرات الحربية تقصف كل من يتحرك، كل من يحاول الوصول إلى لقمة عيشه، من يحاول الوصول إلى أن يعمل على تعبئة المياه لأطفاله لأسرته، يتم استهدافه بشكل مباشر في غرب مدينة رفح في منطقة تل السلطان، حيث وصلت عدة إصابات إلى مستشفى ناصر. كانت هذه الإصابات تحاول الوصول إلى منازلها، تحاول الوصول إلى مناطق تعبئة المياه لمياه الشرب الذي يستخدمها المواطنين بشكل كامل في غرب مدينة رفح. المواطنون في حالة قلق، المواطنون يتعرضون للقصف في كل لحظة، في كل أي شخص يتحرك في غرب مدينة رفح يتم استهدافه بشكل مباشر، وسط انعدام للبنية التحتية الغذائية والصحية في غرب المدينة وعموما جاء مدينة رفح.